رمضان هل علينا بالخيرات، يهدي لنا الآمال والبركات، يحيي القلوب بهدي رب راحم، ويمدنا بالنور والنفحات. فيه الكتاب تنزلت أنواره هديا تضيء بمحكم الآيات. رمضان مبارك، أهلا وسهلا بكم أحبتنا المشاهدين، وحياكم الله في حلقة جديدة من حلقات فوانيس الرمضانية، وإحنا بالعشر الأواخر. الله يتقبل منكم الصيام والقيام وقراءة القرآن. حطت رحالنا اليوم عند أهلنا الكرماء لصلاة في ناحية الحجاج، وتحديدا في هذا المضيف العامر، مضيف الشيخ ناظم الإسبار الحسن، أحد شيوخ وجهاء ناحية الحجاج. حياك الله شيخنا، رمضان مبارك. رمضان كريم عليكم. أعزك الله، تشرف بكم. الله نحييك شيخنا العزيز، كل الشكر والامتنان لك شيخنا على حسن استضافتك شاشتكم شاشة قناة سامراء الفضائية. الله يسلمك، الله يسلمك ويا أهلا بكم. طال عمرك شيخي. ونتشرف بكم بذاعة سامراء. الله يسلمك، انت الشرف لنا شيخ. طمنا شيخي في بداية الأمر، احنا عند أهلنا وناسنا، والله يديم عزكم وجاهكم يا رب في ناحية الحجاج وكل بقاع المسلمين. شلون أهلنا الحجاج احنا بالعشر الأواخر، شلون وضعهم برمضان؟ والله وضعهم الحجاج ونعم منهم. ونعم، واسم على مسمى ان شاء الله. اي اسم على مسمى. أيوة على شيابنا الله يرحمهم، يعني رحمهم الله رحمهم الله، وشيوخنا ووجهانا. نعم، الله يحفظكم ان شاء الله ويديم عزكم. شيخنا خلي نعاود بالذاكره للشيخ ناظم زبار الحسن، لايام الصبا، ايام ريعان الشباب، ولا سيما تحدثنا خلف الكواليس وكانت طفولتك وولادتك بهذه البقاع المباركه ناحيه الحجاج. شلون كانت الحجاج قبل، اجواء رمضان بيها؟ والله كانت الرمضانيه قبل، يعني تدري القريه بيها شياب وعلى نيتهم يا حلاوه. اي أيوة والله، اي يطلعون من الصبح لعملهم ولفلاحتهم، يجون المغرب ويوميا ببيتي ينعزمون ببيت افطار. الله الله الله. اي وانا من وعيت على الدنيا، يعني اولا رحمت ابويا رحمه الله، يعني بيوم العيد يروح للجامع، شكو ناس بالجامع، يعني مو بس ابوي، يعني كل الحجاج وكل منطقة البو طعمه، يعني هذا العرب كلها. نعم. ايه يفطرون ان يتريقون يمهم الناس. الله، مصباح العيد. مصباح العيد يا حلاهم. اي والله ابوي. الله الله. طيب شيخي، عادات وتقاليد دائما نشوف عند اهلنا العراقيين وعشائرنا العريقه الاصيله، انه دائما ما يقولون انه من ايام قبل متوارثيها تبادل الفطور من جار الجار من بيت البيت. اي الحجاج ونعم منهم من بيت البيت وقاعد يفطرون ولغايه اليوم لحد الان. الله. اي ونعم منهم المنطقتين، احنا نعم. ما نقول الحجاج، الحجاج وبو طعمه. والله ونعم ان شاء الله. الحجاج وبو طعمه يعني من تقاليد شياب. على ذكر الوالد رحمه الله، وذكرت الوالد وايضا انت شيخنا واحد وجهاء هذه البقاع في محافظه صلاح الدين، ايضا توارثت المشيخه عن الوالد. يعني خلي انسلط الضوء عن الوالد رحمه الله، وكيف كانت ذاكرتك إلى بايام الشباب، كيف كان يمارس عمله وهو صايم، كيف كانت الاجواء ذيك الايام؟ والله عمله هو يطلع من الصبح للمزارع مالته. عندنا يعني نقول احنا بساتين ودواجن واغنام، يطلع من الصبح الى المغرب ويجي للمضيف، من يجي للمضيف ورا الافطار يسوي قهوه وشاي وتلتم الشاي. يبقى المضيف مفتوح بعد؟ اي يظل، اي يظل مفتوح المضيف والمسير الله يحييه، وهو 24 ساعه المضيف مفتوح ما شاء الله لغايه هذا اليوم. لغايه هذا تبارك الله تبارك الله. بعد الافطار شيخي، حسب ما سمعنا من اهلنا وناسنا اللي تحدثوا، انه عندكم اجواء خاصه دائما ما تكون القهوه عامره بالمضيف والتعاليل الكبار يجون تسولفون بالمضيف العامر. اي احنا عندنا يعني من المغرب تجي الناس للقهوه، واللي عنده مشكله واللي حالته تعبانه، يعني مو بس يعني خارج الحجاج. هي الناس تجي على الحجاج، يعني الحجاج كرماء ما شاء الله، يعني مو هي كل العشائر كرماء. أيوة بس والله. الحجاج والنعم والله، يعني على دور شيابه. شيخي، احنا عد ما دخلنا هذه الناحيه المباركه ناحيه الحجاج، كانت في مقدمه هذه الناحيه وفي مدخلها جامع الحمزه. جامع. هذا الجامع المبارك. اللي يعتبر حسب علمي انه اقدم جامع في هذه الناحيه. اقدم جامع شيده بنهايه السبعينات الى الثمانينات. سولف لنا عن هذا الجامع، مكانته عند اهلنا بالحجاج، رمزيته. يعني الجامع
تأسس يعني بال 83 تقريبا، يعني أنا من وعيت يعني. نعم. إيه الجامع كل الحجاج البوطعمة يصلي بيه، تجي الناس يعني تجي من الجنوب من الشمال كلها تطبق على الشارع العام صلي بالجامع ما شاء الله. هذا يوم العيد كلها تيجي تصلي بيه. ايه يعني الحجاج والبوطعمه ورحمت ابويا كل الريوق يمنا الحجاج السوي يعني كلها ما المناطق كلها يعني المنطقه هاي كلها ما شاء الله. ايه تيجي الناس تيجي نسلم بيها تيجي الطريق يمنا ان شاء الله الخير والبركه. أيه وانتم كرماء ونشهد لكم ان شاء الله بالخير والبركه، والله يديم عزكم وجاهكم ان شاء الله بعد هذه الايام القليله من رمضان ان شاء الله. الله يكتبكم من الصائمين والقائمين ولكل المسلمين يا رب، مقبلين على فرحه الصائم عيد الفطر المبارك، والله يبشركم ان شاء الله بعيد الفطر المبارك. شيخي الاجواء سابقا مثلا كنتوا اطفال وقالوا لك باكر عيد، وين تروحون تقضون مصباح العيد؟ شنو اجواءكم كانت قبل؟ والله اجوانا بالعيد يعني تدري احنا عندنا مضيف. اي احنا نستقبل الناس بالمضيف. بالمضيف نستقبل الناس ونروح على عمامنا يعني على شيابنا نواصل الشيخ شيخ العشيره صله الارحام تبلش بالعيد. عمي عمي ابو اسد احمد الصالح الخلف الله يرحمه رحمه الله. اي هو 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 شيخنا شيخ العرب. احنا نروح اول يوم العيد نحايده. الله الله يعني الله من دور شيابنا و... طيب شيخ على ذكر شيخنا ابو اسد رحمه الله المغفور له باذن الله، تتذكر من شياب قبل التربويين الاساتذه قبل من المعلمين بالحجاج شلون كانت المدرسه قبل مال الحجاج؟ والله المدرسه كنا ندرس بالمدرسه احنا الله يرحمه استاذ نجيم رحمه الله. اي استاذ فياض استاذ خضير الله يرحمه، استاذ حسين مطلب الله يرحمه. كان الى مكان المعلم قبل يعني اي معلمين يعني هم علمونا يعني الله اي وعلموا المنطقه كلهم وخرجوا ناس دكاتره. شيابنا يقولون قبل ما نقدر نطب بشارع نشوف معلم نخاف. لا احنا مو نخاف يعني احنا من يجي يمنا شلون يعني الفرحه يعني جاي يمنا بالمضيف ما شاء الله. اي استاذ نجم أي يعني كنا لا نشوف بالشارع طلابه من نشوفه بالشارع كنا نزول عندنا الشارع ما نظل بالشارع. الله الله اي الله يرحمه يعني الله يرحمه ان شاء الله ويحسن اليه وانت الخير والبركه الله يطول بعمرك ان شاء الله. شيخنا العزيز دائما ما نعهد على هذا الشهر الفضيل، شهر الرحمه، شهر المغفره، شهر العتق من النيران، وايضا شهر الفقراء. تدري يعني هواي ناس متعففين وهواي اشخاص قد تضرروا جراء هذا الوباء اللي عم بالارض فيروس كورونا، فنصيحتك لكل عائله عراقيه شاهدنا حول مساعده الفقراء. والله احنا دعي نساعد يعني مو يعني خاصه اني نعم وخاصه الحجاج، واكو ناس من الحجاج يعني الاخيار موجودين. اي اخيار موجودين يعني اكو ناس بالصيدليات ما مخليها اسمه، من يجي له بالصيدليه يقول له اريد علاج ويعرفه تعبان ينطيه، وذاك الرجل يعني هو يجي يسدد. الله الله ما ياخذون من هذا الرجل ما ياخذون. وانا ما هذا من انطى الفقير ما اسولف اقول انطيت وسويت. لا انا مضيفي بالشارع. نعم وتيجي الناس على المضيف تيجي تطلب يعني طلب يعني احنا ما نقصر يعني يعني هسه انتم بوجودكم جو اثنين وانتم ما شفتوهم يعني هذه من عادات العرب الاصيلاء. ايه احنا ما نقصر يعني العرب يعني الحجاج كلهم ما يقصرون يعني والنعم يعني حتى سووا جوامع لله لله. اي يعني من تعبهم ومن شغلهم ومن اها. طيب ان شاء الله الخير موجودين والاخيار ايضا موجودين، والله ان شاء الله يفرج هذه الغمه عن هذه الامه. حقيقه احبتنا المشاهدين واحنا دخلنا هذه البقاع الطيبه الطاهره الكريمه بهلها وناصر صلاة ناحيه الحجاج، ومثل ما اشار الشيخنا العزيز حول انه هذا المضيف مفتوح لكل المسيرين، احنا عد ما جينا اخوه حسب علمي من بيجي من قضاء بيجي واخوه من قضاء العلم كانوا رفقتنا بهذا المكان، وهذا دليل بأن هذا المضيف هو مضيف لكل أبناء صلاح الدين بل مضيف لكل العراقيين الأصلاء. شكرا جزيلا شيخنا العزيز، نحب نقدم لكم معانا شكر وامتنان لاستضافتك شاشة قناة سامراء، وانتم الكرم وجود
ونشوفك ان شاء الله بخير وان شاء الله نعاودكم ان شاء الله بالافراح. شكرا جزيلا شيخ ناظم زبار حسن على حسن استقبال شرف القناه السامراء الفضائيه. احبتنا المشاهدين نسال الله سبحانه وتعالى ان يديم عليكم الامن والامان وان يبعد عنكم وعن كافه المسلمين هذا الوباء. ايضا قبل الختام لابد ان ننوه من باب النصيحه والارشاد لكل من يشاهدنا حول فيروس كورونا حفاظا على احبتنا واعزازنا وكبارنا من اهالينا، يرجى الالتزام بتعليمات خليه الازمه، تعليمات الصحه، لان للاسف شاهدنا بالاونه الاخيره فيروس كورونا بازدياد يوما بعد يوم، وهذا بالتالي يكون سلبي على كل العوائل العراقيه ان شاء الله. الله يفرج هذه الغمه وهذه البلاء عن كل اهلنا العراقيين وعن كل المسلمين يا رب العالمين. اذا احبتنا المشاهدين راح نبقى متواصلين واياكم من هذه الناحيه المباركه ناحيه الحجاج واهل الاكرام بعد هذا الفاصل. هل بيهم فخر كلهم اجاويد وجداريهم كرم ومرافج النار، هل اللي الفاهم بكل غان ما يقول اهل حظ وبخت والشيوخ الازبار. ما زلنا مستمرين وياكم احبتنا المشاهدين من ناحيه الحجاج ونستقبل شيخ من مشايخ عمامنا واهلنا في هذه البقاع الطاهره من وجهاء ناحيه الحجاج الشيخ جاسم الازبار الحسن. حياك الله شيخنا، رمضان مبارك. حياك الله ورمضان مبارك عليكم وان شاء الله يعودكم بخير ان شاء الله يا رب، وعساك من عواده ان شاء الله. الله يسلمك شيخنا العزيز بهذه الايام المباركه وبايام العشر الاواخر ان شاء الله، الله يجعلك ان شاء الله من عتقاء شهر رمضان وكافه المسلمين يا رب العالمين. خلينا نعاود بالاجواء الرمضانيه الى بدايه نشء الذاكره للشيخ جاسم الازبار، شلون تتذكر ان الحجاج قبل؟ طبعا الحجاج تغيرت من مو مثل هسه، قبل كانت تلك البيوت البسيطه الريفيه الباديه نعم تسودها المحبه ولا زالت المحبه تسودها ان شاء الله، ودائما يا رب تسودها المحبه وانتم ان شاء الله اهل لكل خير يا رب العالمين. شيخنا اجواء رمضان قبل يعني من يسولفونا كبارنا وحكماء القوم نشوف انه يختلف عن اجواء رمضان بالايام الحاضر اللي نعيشها، فايش تذكر لنا من اجواء رمضان ايام الحجيه ايام الوالد رحمه الله، ايش تتذكر من هذه الاجواء؟ طبعا رمضان قبل كان له نكهه، تشوف الضيوف دائما موجودين يفطرون واحنا نعزب على ايدهم الله تحت ايد الوالد الله يرحمه رحمه الله. بعدين تبدي التعليله الرمضانيه، التعليله مو تعليله مثلها لعبه محبس مع احترامي او هوسات خلينا نقول ها، يعني شياب قاعدين ومجلس وقور واحترام للكبير ما شاء الله، ما بي حتى موبايل بجلسه واحد يستخدم ما اكو قبل كانت اي، فنعزب على ايدهم الى ان يصل وقت السحور او قبل السحور وتنصرف ما شاء الله. ايام حلوه كانت، ايام حلوه كانت قبل شيخ العزيز، كانت ماكو كهرباء او كهرباء كانت مو بهذا التطور، كانت المآذن قليله، مكبرات الصوت ماكو، ولا سيما احنا تحدثنا قبل الفاصل مع الشيخ ناظم عن جامع الحمزه وهو يعتبر اقدم جامع في الحجاج. الاماكن البعيده شلون كان يوصلهم او يتمكنون من معرفه الاذان وقت الفطور او الاذان وقت السحور؟ طبعا جامع هو واحد كان بالحجاج، جامع واحد حمزه بن عبد المطلب، واكو جامع ينبيت عمي صالح الخلف الله يرحمه رحمه الله منطقه الحاوي والجامع هذا الوحيد هو بمكبر الصوت، فالناس تبدي تترقب وقت الافطار، يعني تسال جار يسال جار يسال جار الى ان يعرفون انه صار الاذان وتفطر الناس. على طاري الجار شيخنا، كانت قبل يعني هذه العادات والتقاليد اللي احنا توارثناها كابر عن كابر انه لازم نودي الصواني الجارنا، جارنا يعبر لنا صواني، ولا سيما قبل البساطه موجوده انه نوع واحد عائله تطبخ. طبعا هو كانت حتى حيطان او اسيجه ماكو بين البيوت. الله الله الله، مفتوحه البيوت يعني ورا ما نشات الحجاج ظلت البيوت بسيطه مفتوحة بدون أسيجة، فهذا الشغلة أحلى شيء هو المغرب قبل الإفطار ناس تناوش ناس خلونا نقول من نفس الفطور من نفس الجدر. وإن شاء الله يا رب إحنا دائما عندما ننوه عن هذه المسألة حتى نبقى محافظين على هذا الإرث لكل أحبتنا العوائل العراقية اللي يشاهدونا. شيخنا أنت تحدثت عن الألفة والمحبة وأكدت أنه لغاية هذا اليوم إن شاء الله تبقى مستمرة المحبة بين كل أهلنا وناسنا، نتكلم عن الحجاج وعشائر الحجاج وكل المتواجدين بهذه الناحية المباركة من حيث النسيج الاجتماعي والتكاتف. إحنا ولد جد واحد الله،
فهذا الجد الواحد يعتبرون أخوة. نعم. والأخوة تسودهم المحبة وما بيناتهم لا ضغينة ولا حقد. الله الله. ومتآلفين الحجاج كلهم. متسامحين بيناتهم. نعم. عايشين بسلم الحمد لله بفضل حنكتهم. وهذه كلها ورثناها من آبائنا وأجدادنا. الله الله. فالحمد لله كل الناس يعني تحسدنا على هذا الطيبة اللي يمنا. إن شاء الله. متعايشين ويا كل جيراننا وناس تحب ناس وناس تود ناس. ماكو اي مشاكل بيناتنا من بعد الخير ان شاء الله. شيخنا العزيز شيخنا من الاشياء اللي تغيرت ما بين الماضي والحاضر من ضمنها الشخصية التربوية المعلم، والمعلم كان له فضل كبير عن كل طلبتنا وعن كل الاجيال اللي توارثناها بالذاكرة من ابائنا واعمامنا. فسولفنا عن الشخصيات التربوية اللي كانت بالحجاج اللي تذكرهم من مخيلتك. اللي طبعا هم رمز الانسانية التربويين. الله الله. يعني من ضمن اللي توفى والله يرحمهم الاستاذ نجم عبد الله الخليفة، كان هو اللي خرج هذا الاجيال كلها. واللي توفى استاذ خضير علي فياض الله يرحمه، إضافة للباقيين اللي موجودين أستاذ فياض الله ينتهي الصحة والعافية، وأستاذ صالح كثيرين، أستاذ مزبان الله يرحمه. فيعني خاف ننسى كم اسم، كل الاحترام لهم والله يرحم الميتين. أستاذ نجم نموذج رائع كل المقاييس بالعفة والأمانة، يعني يحاسب ابنه قبل الطالب، قلبه على المدرسة، قلبه على الطلاب. يعني من خرجنا فعلا من مصلحتنا، من كان يقسي بالضروب، كان يحاسب، يعني كان بعد الدوام إذا يفوت بالسيارة مالته كأنما غارة ودقت بالمنطقة. من باب الاحترام، من باب الاحترام والحرص والخوف. كل الله الطلاب الله الله. تكون خايف لا يكون عنده تقصير، ثاني يوم يحاسبه ويسأله. الله حقيقة يعني والله شيخنا عد ما نسمع هذا الكلام من حكمائنا وجنابك الكريم أيضا بهذا الحديث المعبر، غصة بالنفس حقيقة عن ما آلت إليه الأمور بالوقت الحاضر. المعلم لا سيما مكانته مو مثل قبل، يعني عندما تشير بالحديث أنه إذا يطب الشارع إحنا لازم ما نكون متواجدين خوفا وحرصا على الطالب من المعلم. نعود لأجواء المضيف، وانتو أهل المضيف شيخنا والله يحفظ إن شاء الله كل عربنا وعشائرنا. عادات وتقاليد المضيف عند ما يجون شيابنا بعد الفطور بعد صلاة التراويح ويترددون بنقل الحكمة، الاستفادة من الكلام من الشخصيات الأخرى، القهوة، شلون الأجواء يمكم؟ الأجواء تكون اجتماعات، يعني مثل ما تقول اليوم يم فلان أو يم فلان، هم عمي أبو أسد الله يرحمه الشيخ رحمه الله، نعم، وعمي فهد المطلق الله يرحمه، أبوي الله يرحمه، وكثيرين، عمي عايد الفنخ أو عمي جاسم العبيد أو عمي روكان الجدو، كثيرين الله يرحمهم من الشيوخ الأجلاء الله يرحمهم. وآسف إذا ما ذكرت عمي أبو صباح مثلا أو أي شخصية من المنطقة. نعم. كانوا كلهم يجتمعون يم أبوي الله يرحمه أو يم عمي فهد أو يم عمي أبو أسد، يتناقشون بأمور المنطقة، وحتى إذا ما عندهم مشكلة أو موضوع يخص جلسة سمر طبيعية تناقشون بها أمور المنطقة، ويعرفون الصغيرة والكبيرة بالمنطقة. الله الله. فشي يعني حلو كان قبل. الله، يعني حقيقة أيام جميلة، وإن شاء الله نعاودها بالخير بوجود حكماء القوم أمثال شخصك الكريم شيخنا العزيز. ننتقل إلى الوالد رحمه الله. الوالد أيضا كان شيخ ووجهاء بهذه المنطقة وفي صلاح الدين، ويشار إلى بالكرم والجود، وأنتم إن شاء الله على نهج الوالد إن شاء الله. وستذكر المقولة فمن شابه أباه فما ظلم. فاستذكر لنا من حكمة، موعظة، قصة، موقف مشرف للوالد رحمه الله. والله المواقف ما يصير أني أحكيها، لازم الناس هي تعرفها، بس أنت أكيد وصلتك من تقول نعم. معروف، يعني أبوي الله يرحمه كان إنسان بسيط، يعني ما يحب الكبرية ولا يحب يعني يتظاهر بهذا المواضيع، فأي شيء كان يحاول يوصله للمنطقة من أجل المنطقة مو فائدة. نعم. إيه، فكثير من الأمور أولها بنا مدرسة يعني تطوع وتبرع ويا الأقارب، وساعد كثير أمور بداخل الناحية، بداخل الحجاج خلونا نقول. نعم. قبل نعم. كانت ناحية نعم. أمور تخص المنطقة من خدمات، يعني مثلا كانت الظروف صعبة من ناحية ماء الشرب، إيصال الخط الكهرباء، موضوع الطرق، كانت الطرق ريفية بدائية نعم. وكلها طين، فدائما تحتاج إلى
دفن الى حدل الى تسويه، كان يتعاون هو عمي فهد او عمي ابو اسد او كثيرين من اهل الحجاز. الله, الله, الله يرحمه. طيب شيخي، بعد شهر رمضان المبارك الله يجعلك ان شاء الله من المستبشرين بعيد الفطر، فرحه الصائمين ان شاء الله، والله يتقبل منك الصيام والقيام وقراءه القران، والله يتقبل منك الطاعات. اجواء العيد سابقا، احلى يوم هو يوم العيد له فرحتين يعني، فرحه الصائم وفرحه الافطار. احنا من قبل بيوم او بالليل حتى يكون مصباح العيد نعد العدة الفطور العيد، هو هذا احلى يوم واحلى مناسبة تكون. نجمع ونحاول كل الناس اللي تصلي بالجامع يحضرون يم والدي الله يرحمه يجمعهم، حتى تكون فطور الصائمين تكون مصباح العيد يمنا، فتكون ناس من بعيد غربة صدفة مار بالجامع مصلي. نعم. من أهل الموصل، من أهل البصرة، من أهل بغداد، خصوصا من كانت هي المعسكرات. نعم. كلهم كانوا يجون يصلون يتعنون، كل العسكريين اللي هم من خارج المحافظة فيحضرون، فتشوف تجمع كبير ورهيب لكل الناس. نعم. يعني فالطقوس حلوة، والحمد لله هسه الحجاج كلها دا تسوي هذا الطقوس، أصبحت مو بيت واحد، عشرات البيوت تسوي الفطور. يعزمك بدت الناس تعزم من الليل، يقول لك باكر فطورك يمي الصبح، تقول لاني عزمني شيخ فلان او حج فلان دعاني. الحمد لله هذا اليوم ما شاء الله شيخنا العزيز، كل الشكر والامتنان اليك حقيقه لاستضافتك خدمتكم شاشه قناه سامراء الفضائيه. شيخي قبل الختام، احنا دائما ما ننوه عن هذه الطبقه الاساسيه، لا سيما في شهر رمضان هو يعتبر شهر الفقراء، شهر الصدقه، شهر التسابق الى الاجر، فنصيحه من جنابك الكريم لكل عائله عراقيه حول مساعده الفقراء والمتعففين. كل انسان باستطاعته ان يعمل الخير ويساعد، هذا كله بسجله ينكتب محفوظ. مساعده الفقراء هو هذا رضا الله سبحانه وتعالى، يرتاح ضميرك، يبعد عنك السوء، ينفعك بالدنيا وبالآخرة. فالفقراء هم أمانة بعنا كل الأغنياء أو الميسورين الحال. نعم. حتى ذا مو شرط إلا مبلغ مالي، أو حتى لو كيلو عدس هو مبلغه 2000 دينار أو أقل. نعم. بس تزوره، تأخذ من خاطره، ترسل له يا أحد يفرح أنك ناس دا تذكره، هو هذا رزق من الله سبحانه وتعالى. الله يكثر من أمثالك إن شاء الله. الله يسلمك، ورمضان مبارك علينا وعليكم، لك الافراح ان شاء الله في عيد الفطر المبارك جميعا ان شاء الله. يا اهلا وسهلا، شرفتونا كل الهلا قناه سامره كادرها، وانتم اخواننا واعزائنا واحبابنا، الله يحفظكم ان شاء الله. العزيز كل الشكر والامتنان للعم العزيز الشيخ جاسم زبار الحسن، شكرا جزيلا لكل اهلنا الحجاج اللي استقبلوا شاشه قناه سامره بابهى واحلى صوره، وهذا مو غريب عن اهلنا الكرماء والصلاه في ناحيه الحجاج. تقبل تحيات أخوتنا خلف الكواليس، الأستاذ سيف المهند والمصور أثير العبيدي، وأنا محدثكم محمود الدهيمة، أشوفكم باكر إن شاء الله، في أمان الله.